الابلكيشنز تبعت بتروح على جوجل سكالر تلقى بجوز 80% من الابلكيشنز تلقاهاش كويس. بتروح على مكان ثاني تلقى بجوز 50%، مكان ثالث تلقى 40%، مكان ثالث تلقى 90%، بس ولا واحد عندنا كامله. بجوز انا ابني ماشرز اللي ياخذهم كلهم يعمل انتجريشن واوجدهم كلهم. هل هاو تو لينك داتا كروس سايتس؟ يعني واللي بده يجي ياخذ داتا بيس فيها اسماء الشقق لفلسطين والعناوين ويعكسها فوق جوجل ماب، هو بالضبط لازم يربط يقول شارع العرسان اللي مكتوب بالداتا بيس هو نفسه مثلا شارع العرسان اللي هناك، هاي هون هي نفسها هناك. يعني اكبر تشالنج بيواجه الماشر شو هو شباب؟ الداتا انتجريشن، انك تقول له هاي الانتيتي هي نفسها هاي الانتيتي، هاي بعدين تجيك بسكيما دك داتا ستراكشر، وهاي تجيك داتا ستراكشر ثاني مره ستراكشر كويريز. هل بنقدر نعمل ماشرز فيها فليكسيبيليتي؟ لانه وكان الامثله اللي وجدتكم اياها اتس لايك ون كويري، يعني بس انا مثلا بدي كله اعمل لي ماشر give me all people who works at Bir Zeit University and previously lived in Belgium. جيب لي اياهم منين بدك تروح تشوف مثلا تروح على different databases. فقصدي اللي بقوله بدنا مرات في الماشرز مرات احنا كمان بحاجه ان نكون عندنا flexibility بالكويريز. معاني البيانات، يعني واحد بيقول بيسان تكون اسم شخص وقد تكون اسم بلد، وهل مجرة مشاكل داتا انتجريشن دي شيء فكره مشكله. اكبر مشكله في الماشرز الداتا انتجريشن، فكره بتجنن بس مشكله الداتا انتجريشن فيها كثير كبيره. في حد عنده سؤال؟ هلا المحاضرة القادمة بدنا نشوف كيف طلعنا هسه هون بهالمحاضرة شفنا من ويب 1.0 ل 2.0 صح؟ الداتا فيها. بدنا نشوف بعدها كيف نعالج الداتا على الويب اللي هو رايح باتجاه 3.0. يعطيكم العافية.